طبعا أول شيء رمضان مبارك على الجميع، على الأمة الإسلامية، على الشعب العراقي بشكل أخص. يا رب إن شاء الله يكون بردا وسلاما على أهلنا في غزة. إن شاء الله نتمنى لهم الفرج العاجل، إن شاء الله ربي يفرج كربتهم بأسرع وقت إن شاء الله. طبعا الفرحة بصراحة يعني شيء ما ينوصف، إنه تمثل بلدك خاصة بهاي الفترة. يعني أنا تقريبا من شي سنة سنة ونص واحد يشتغل على نفسه بس حتى يرجع المنتخب الوطني. أشكر كل من ساعدني برجوع المنتخب، أشكر المدربين اللي أشرفوا على تدريبي، كابتن خالد عطية وجه له تحية، مدرب حراس نادي دهوك تعب كلش هواي وياي. حتى الموسم اللي راح مستحيل انسى الجهد اللي بذله وياي حجي نبيل مدرب الحراس، ما شاء الله عليه، الله يعطيهم الصحة والعافية. الحمد لله والشكر، أكيد هاي البصمة تحسب لهم بعد جهد تقريبا قلت مثل ما قلت لك سنة ونص، يلا قدرت إنه أعود لصفوف المنتخب الوطني. هاي الفرحة شيء ما ينوصف، خاصة بهذه الفترة. أعتقد هي فترة انتقالية للمنتخب الوطني العراقي بالحظوظ كبيرة إنه للتأهل لكأس العالم. إن شاء الله إن شاء الله رب العالمين يوفقنا وتكون مثل ما يقول الطريق سهل أمامنا للوصول إن شاء الله لنهائيات كأس العالم. مثل ما قلت لك يعني ما شاء الله الأجواء بالمنتخب أجواء مثالية، أجواء مفتقدها صار لي تقريبا فترة طويلة. الروحية بالفريق ما شاء الله تختلف هاي الفترة، الأجواء بالمنتخب أجواء فريق بطل يعني بما تحمله الكلمة من معنى. نتمنى رب العالمين يوفقنا وتكون الأيام القادمة نحو القمة إن شاء الله. رمضان كريم عليكم وعلى الشعب العراقي، والله يتقبل الطاعات إن شاء الله وعساكم العوادة. اليوم أخذنا رابع وحدة تدريبية، كل اللاعبين التحقوا بالوفد بالمنتخب. إن شاء الله يا رب تكون اليوم وحدة تدريبية أخذناها جيدة، أكيد استعداداتنا جيدة. تعرف تنتظرنا مباراة مهمة أمام المنتخب الفلبين، هذه المباراة اللي هي راح تحدد مدى تأهلنا للمرحلة المقبلة اللي هي راح تكون ذهاب وإياب. إن شاء الله إنه الكادر التدريبي إنه انطانا النقاط الإيجابية والسلبية للمنتخب الفلبيني. هذه المباراة اللي هي راح تحدد مدى التأهل. اللاعبين ده أشوفهم إنه بأتم الجاهزية وبالتركيز، إنه دائما ما ينطون الشيء الإيجابي بالوحدات التدريبية. فإن شاء الله يا ربي إنه نطلع بشيء إيجابي حتى تكون هذه المباراة نعتبرها اللي هي راح تحدد متى تأهلنا للمرحلة المقبلة إن شاء الله. أكيد هذا شعور يعني شعور كلش كبير بالنسبة لي، لأنه هذه في أعتقد إنه أنا لعبت مباراة سابقة في ملعب البصرة، وهذه المباراة الثانية اللي راح تكون في ملعب البصرة. أكيد إنه إحنا ننتظر الجماهير العراقية اللي هي راح تجي للملعب، تعرف أجواء رمضانية وأجواء كلش حلوة، إنه راح تكون مباراة الساعة 10. أتمنى من الجماهير العراقية إنه تعزر المنتخب العراقي وتحضر بشكل كبير للمباراة، حتى إن شاء الله راح يعطونا شيء إيجابي ودافع معنوي في الملعب إن شاء الله.